بسم الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على أوتوديسك سي دي ماكس ديزاين. طبعا كلنا عارفين أوتوديسك سي دي ماكس دي نسخة مخصصة للمعماري، بتلاقي بعض الأدوات اللي بتساعدك في شغل المعماري، وفي بعض الأدوات اللي إحنا مبنستخدمهاش في شغل المعماري فمش موجودة. تمام. الواجهة بتاعة الأوتوديسك سي دي ماكس ديزاين هي نفس واجهة السي دي ماكس العادي، النوافذ اللي موجودة. تمام. الشريط اللي تحت بتاع التايم، هنا بعض الأدوات المساعدة ليا زي إن أنا كرييت موديفاي. تمام. هنبدأ نتعرف على الحاجات دي واحدة واحدة إن شاء الله. أهم حاجة بالنسبة لي كستمايز يونيتي تاب، أتأكد من الوحدة بتاعتي إن أنا شغال بالمتر أو أي وحدة تانية أنت عايز تشتغل بيها، وسيستم يونيت. تمام. بعد كده هاجي هنا أقول له من كرييت، قال لي إن أنا أرسم جيومتري أو شيفت حاجات 2D لايت كاميرا، ارسم كاميرا. وممكن اخلي نفسي اشوف، اخلي الواجهه تحتي الكاميرا بضيف حرف سي. لو في كاميرا موجوده بتبدا اشوف هنا اللي المفروض اشوفه لو انا ماسك كاميرا. تمام. هيلبر حاجه بقيت بيها. طيب انا دلوقتي خليني اول حاجه عايز ارسم حوايط، بدخل على الاي اي تي وقول انا عايز وول، وابدا اختار مثلا عايز لو انا عايز اديله اسم ولون، عايز اختار الويت الهاي الليفت سنتر رايت المحاذاه بتاعتي. يعني انا لما هبدا ارسم الخط اللي انا هرسمه ده هيبقى في الليفت بتاع الوول ولا في السنتر ولا في الرايت، الويت قد ايه، الهاي قد ايه. طيب هبدا ارسم، خلينا نرسم في التوب لان ده وول. تمام اهو، بيقول عايز في الخط، بقول له مش عايز في الخط. تمام. طيب ودوس كيف عشان اخرج من الامر، وباجي هنا نحرك عشان ابقى شايف الحاجة في 3D. طيب انا عايز احط هنا مثلا باب، باجي هنا اقول له دور، انا عايز ارسم مثلا دي 3 انواع من الابواب، انا اقول له بيفت. أنا ممكن أدخل الحاجات هنا أوتوماتيك أو أحاول أرسمها هنا على الوول. تمام. أقول له أنا عايز أرسم باب أول نقطة هنا. تمام. والديس بتاعي ده كده، والهاي بتاعي وأخليه مثلا أنسيبه أوتوماتيك طوالي 2 متر، والويتش بتاعي خليه متر. تمام. طيب باجي هنا في الاوبن بشوف انا عايز افتح تحت قد ايه. تمام. ممكن ابدا اكبر فيها واصغر فيها زي ما انا عايز. لو جينا هنا تلاقي الباب بيكبر ويصغر معايا، يعني الباب بيتقفل او بيتفتح. وفي نفس الوقت بقى معايا في التوب زي ما انت شايف. تمام. فبتلاقي الموضوع سهل وبسيط، ما فيهوش اي مشاكل خالص. لو انت عايز تعدل اسم الباب او لونه او اي حاجه، باجي هنا ممكن اعدل اسم الباب لو انا عايز اشتغل بيه بعد كده، ممكن اعدل اللون. انا هنا مش بعدل اللون بتاعه في الرندر ده، مجرد بس اللون بتاعه في الشكل. لو انا عايز اعدل اللون في الرندر دي قصه تانيه. تمام. دي مجرد بس ايه الشكل اللي احنا شغالين بيه. لو انا عايز اعدل الحوائط، باجي هنا برضو اديله هالون، ده برضو مالوش دعوه بالماتيريال، الماتيريال قصه تانيه هنبقى نشوفها ان شاء الله مع بعض، والرندر برضو ان شاء الله هنشوفها مع بعض. تمام. لو انا عايز اشوف الشكل ده بدل ما هم 4 نوافذ تبقى نافذه واحده، بعلم على النافذه اللي انا عايزها وباجي هنا واروح دايس بحيث ان انا اشوف الشكل كله. لو عايز اقول له رندر باجي هنا اقول له رندر. تمام. بالشكل ده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخوكم عمر سليم.